تقبلني حتى أكبر. محتاج لي سمعني وحس بيا، محتاج لي حافظ عليا. ما بقى لي جهد، بوحدي ما بيدي والو، ولكن بمجهود ديال كل واحد فيكم نرجع كيف ما كنت، بالخير نوصلكم. أولا وقبل كل شيء كنهنئكم ونقول لكم افتخار لأنك وزارة باش نتوما الشركاء ديالكم في هاد المناظرة، هاد المدير اللي كنستجبوا به جميعا النداء التوجيهات التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو بهاد الأساس اللي كتواجهوا بلادنا باش نقوموا بالدور ديالنا المواطن اللي هو أوسع من حماية المستهلك، اللي هو أيضا تأسيس المستهلك بالمسؤولية ديالو المساهمة في الحصانة ديال بلادنا. كما جرت العادة كل سنة كنحتفلوا باليوم الوطني للمستهلك في شراكة بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك. هذا اليوم عنده طبعة أساسية بحيث أن ما جيناش غير نقويو حماية المستهلك، ولكن الحركة الاستهلاكية بغات تلعب دور أساسي من أجل التغلب على الرهان الكبير اللي كتواجهه بلادنا هو ندرة المياه واستهلاك المعقلان ديال هاد المادة الحيوية. هو موضوع اليوم والموضوع اللي اخترته الحركات الاستهلاكية باش تساهم في دورها من أجل تقوية حصانة البلاد، من أجل تقوية تحسيس المستهلك المواطنات والمواطنين لاستعمال معقلان ديال هاد المادة الحيوية. كما كتعرفوا احنا كنعرفوا السنة السادسة على التوالي ديال الجفاف في بلادنا، وكحركة مسؤولة كشراكة بين القطاع الجمعوي والقطاع الحكومي مسؤول، بغات تساهم الحركة الاستهلاكية لهذا الاحتفاظ على هذه المادة الحيوية اللي هي الماء. الدكتور بوعزة خرطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة نعيش لحظة مهمة من تاريخ الحركة الاستهلاكية، ألا وهي حضور اثنان ديال الوزراء منهم وزير التجارة والصناعة ووزير التجهيز والماء لرئاسة هذه التظاهرة التي نحتفي بها حقوق المستهلك، اللي غالبا كنا نحتفي بها 15 مارس من كل سنة، ولكن نظرا لتزامن هذا التاريخ مع شهر رمضان أرسأت الوزارة بمعية المجتمع المدني باش نقوموا بهذا الاحتفال بهذا اليوم. فبالطبع بأن هذا الاحتفاء له أهمية خاصة نظرا لاختيار الشعار، وهذا الشعار هو المستهلك والماء، علاقة المستهلك والماء، نظرا لأهمية الموضوع الذي يحظى بعناية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فعلينا نحن كمجتمع مدني وكمستهلكين أن ننخرط في الخطوط العريضة الذي نادى بها صاحب جلالة، ألا وهو الاحتفاظ على الثروة المائية الذي أصبح مع الأسف الطقس وأصبحت المياه أو الأمطار لا تكفي لاحتياجاتنا اليومية أو للإنتاجية. فالطبع هناك الفلاحة، هناك الصناعة والسياحة كذلك، ولكن أهمية كبيرة يستهلكها المستهلك. وعندما نتكلم عن استهلاك الماء أو حزن تدبير الماء لابد بأن الحضور في الأذهان ديالنا وهو تلوث الماء، بأن مرتبط استهلاك الماء وتلوث الماء فهما وجهان لعملة واحدة. وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك بالمغرب. وحقيقة هذا اليوم العالمي للمستهلك كيصادف هذه السنة هذا الإشكال اللي كيعيشوه المغاربة ككل، وهو إشكال كنظن كيهمنا كمستهلكين في الدرجة الأولى، وهو الندرة ديال المياه.
وبالتالي فالجمعيات ديال حماية المستهلك كافة والجامعات كذلك هي خدات على العاتق ديالها ومنذ سنة 2024 وخصوصا الجامعة الوطنية لجمعية المستهلك منذ البداية ديال 2024 قامت بحملات توعوية وتحسيسية للمستهلك باش يمكن ليه أنه يقوم بمبادرات شخصية ديالو باش يحاول يحتفظ على المياه وكذلك يحاول كذلك ما أمكن أن يحافظ على هاد المادة هذه ويتعامل مع إلى صح التعبير مع هاد القلة أو الندرة ديال المياه وهذا كيدخل كذلك في إطار الاستهلاك المعقلا أو لا الاستهلاك اللي هو يمكننا أننا كمستهلكين نوفروا هذه المادة هذه. كنعرفوا بأنه المغرب ولا المغاربة كيستهلكوا تقريبا 9% من الموارد المائية اللي عندنا في البلاد واللي هي كتقسم بين تقريبا 7% بالنسبة للمدن وبين 1.5% بالنسبة للبوادي. واللي كنحطوا عليه هو أننا كحركة استهلاكية أننا نحاولوا ما أمكن نحاولوا نقتصدوا حيت إلا اقتصدنا غير على الأقل 50% من هذه المادة هذه فهاد 50% غادي تمكننا أننا يكون عندنا هذه المادة للاستهلاك في السنة المقبلة إن شاء الله. إذن هذا هو الهدف ديالنا. وكذلك ما نساوش بأنه ملي كنتكلموا على الماء او على عقلانه استهلاك المياه فكنعرفوا بانه هذه المياه هذه اللي كنستهلكوا ماشي هي المياه كلها اللي كنشريو ماشي هي اللي كنستهلكوا. فبالتالي حنا اللي كنطلبوا هو اننا هذيك المياه اللي هي كنخليوها تمشي في المصارف في ليزيغو اننا نحاولوا ما نخليوهاش تمشي. ففي الوقت اللي انايا كنكون مثلا كنحك سناني ونخلي الماء دايز فهذاك الماء خاصني نقتصد عليه. اذا نحاول ما امكن انني هذاك الماء ما نخليهش محلول ونستغل هذاك الماء للحوايج اخرين. الا كنت كندوش مثلا بواحد 100 لتر ديال الماء لانني انا في الوقت اللي كندير الشامبو ولا كندير الصابون وكنخلي الماء مطلوق فكنظن بانه الا وفرت الماء الا سديت هذاك الروبيني كنوفروا هذه المياه هذه. وهذا هو اللي مهم في هذه الفكره وهذا هو اللي مهم اللي خاصنا نوصلوا للمستهلكين. راه ماشي الماء اللي كنستهلكوا هو اللي خاصني نقتصدوا ولكن الماء اللي كنضيعوه هو اللي خاصنا نقتصدوا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.